لم يصدق العلماء أنفسهم عندما اكتشفوا هذا. مصر هي مكان عظيم وغني بالعديد من الأسرار الخفية في كل مكان. هنا تستطيع أن تجد العديد من مختلف الآثار والاكتشافات المدهشة التي تبهر علماء الآثار في مختلف بقاع الأرض، من وادي المومياوات الذهبية إلى أسرار بناء الأهرامات. سنحكي لكم في هذا الفيديو عن 10 اكتشافات علمية مذهلة والآثار التي تنتمي إلى مصر. مراكب الشمس لخوفو. مراكب الشمس لخوفو هي عبارة عن سفينتين متطابقتين في الحجم تسير بالتجديف. تم العثور على إحداها في حفرة عند قاعدة هرم خوفو، وكانت هناك لأكثر من 4500 سنة. كان اكتشافها حدثاً جللاً في تاريخ علم المصريات خلال العقود الأخيرة. المركب الأولى تم اكتشافها وهي مفككة عام 1954 في غرفة تحت الأرض على شكل مثلث داخل الهرم. المركب الثاني تم العثور عليها في عام 1987 وكانت أصغر من سابقتها واحتفظت في ظروف سيئة. تمت عملية رفع السفينتين إلى السطح في عام 2011. المركب الضخمة الأولى تم تصنيعها من خشب الأرز اللبناني، ويبلغ طولها 43.3 متر وعرضها 5 أمتار أو 6 أمتار. استطاعت السفينة أن تسير عبر النهر بسبب انخفاض منسوب المياه. وفقا لإحدى الروايات، كان جسد خوفو يمكن أن ينقل من منفيس إلى الجيزة من أجل أن يدفن. أبو سمبل. هي صخرة على الشاطئ الغربي للنيل، تم نحت معبدين بداخلها في عهد الملك رمسيس الثاني. يوجد المعبد في النوبة على بعد 265 كيلومترا جنوب أسوان، بالقرب من الحدود المصرية السودانية. يقال إن أحد المعابد تم بناؤها تكريماً للفرعون رمسيس الثاني نفسه، ومن أجل الإله آمون رع وبتاح ورع حور أختي. أما المعبد الثاني وهو صغير الحجم تم بناؤه تكريماً لزوجة رمسيس الأولى وهي الملكة نفرتاري. المعبد مخصص للآلهة حتحور. توجد 4 صور ضخمة في واجهة المعبد لثلاث آلهة، وهم آمون رع وبتاح ورع حور أختي والفرعون رمسيس نفسه. يبلغ ارتفاع كل تمثال حوالي 20 متر. معبد أبو سمبل يظهر القدرات العقلية والبدنية الرائعة للمصريين، ويظهر أيضا القرارات الرائعة لمهندس التصميم والبناء من القدماء المصريين. هرم خوفو. هرم الجيزة الكبير أو هرم خوفو لا يمكن أن نغفله في قائمتنا، فهذا هو الرمز الرئيسي لمصر. من المعروف أن أهرامات الجيزة هي معجزة تكنولوجية، والمعجزة الرئيسية هي الهرم الأكبر منهم، ألا وهو هرم خوفو. فهو يستحق أن يسمى بالهرم العظيم عن جدارة، فهو لا يعتبر فقط إحدى عجائب الدنيا السبع التي وصلت إلينا، لكنه بلغ حد الكمال في فن العمارة. تم بناء الهرم بدقة شديدة وبحسابات ممتازة. على الرغم من تقدم التكنولوجيا في الوقت الراهن، إلا أنه من المستحيل أن نبني نسخة مكررة من الهرم الأكبر، مما يضع علماء الآثار والمهندسين والفلكيين في مأزق. الهرم الأكبر كان مساوياً لكوكبة الجبار. استغرق بناء الأهرامات الثلاثة 20 سنة فقط. تم استخدام 2.5 مليون حجر من أجل بناء الهرم الأكبر. يزن كل حجر من 2 إلى 4 أطنان، وجميع تلك الأحجار وضعت بعناية فائقة، مما يعطي لنا الحق في أن نعتبر بأن المصريين استخدموا عند البناء حسابات رياضية معقدة. هرم محطة الكهرباء. منذ سنتين افترض العلماء الذين قاموا بدراسة هرم خوفو افتراضاً بأن الهرم يمكن أن يكون محطة كهرباء قديمة، واعتقدوا بأن الهرم يمكن أن يكون شبه موصل له جزء خارجي عازل ويوصل الكهرباء بقمته الذهبية. كان هناك نوعان من المواد الكيميائية السائلة مختلطة ببعضها البعض وفقاً لكلامهم في الغرفة الموجودة داخل الهرم.
هذا أدى إلى حدوث تفاعل كيميائي وانفجار تشتد موجته بسبب وجود أجهزة تصدر الرنين في المعرض الكبير الذي يرتفع فيها الصوت الناتج من تأثير أجهزة الرنين، فيتذبذب الصوت من الجدران والأرض والأسقف الجرانيتية. كنتيجة لهذا ينضغط الكوارتز ويتغير، وهذا الانضغاط أدى إلى ظهور الكهرباء. بهذا الشكل تم توليد الكهرباء التي تخرج من قمة الهرم المصنوعة من الذهب. بالنسبة لي هذه رواية شيقة، لكنها لا تمت للواقع بصلة. هذه النظرية تم تفنيدها من قبل العلم الحديث. القبر السري لمومياوات الفراعنة. تم العثور في مصر على قبر سري منذ حوالي 100 عام ونصف عن طريق الصدفة. هذا القبر السري يحتوي على العشرات من مومياوات الفراعنة المصريين وأفراد أسرهم وآلاف القطع من الأشياء المادية التي تدل على ثقافتهم من الحضارة القديمة. نحن نتحدث عن قبر DB320 الموجودة في مقابر طيبة الجنائزية بالقرب من المجمع الأثري في مدينة الأقصر الحالية. تم اكتشاف المقبرة في عام 1881، حيث كان موجوداً بها عدد من المومياوات لأشهر الفراعنة مثل تحتمس الثالث وسيت الأول ورمسيس الثاني ورمسيس الثالث. تم العثور على 40 مومياء من الفراعنة المصريين، وأيضاً حوالي 6000 من القطع الأثرية التي تعتبر تحف الفن المصري القديم. أحدث هذا الاكتشاف إثارة في العالم. من الجدير بالذكر أن عام 1881 يعتبر هو العام الرسمي لاكتشاف المقبرة في الوقت الذي اكتشفت فيه في الحقيقة في عام 1871. تم نهب المقبرة خلال 10 سنوات، مما استدعى علماء الآثار الذين اكتشفوها في عام 1881 إلى جلب القطع الأثرية خلال 2 فقط خوفاً عليها من السرقة. هذا أدى إلى الفوضى وعدم الوضوح، لأن القطع الأثرية لم توثق بالشكل المطلوب. بشكل أو بآخر سر المقابر الفرعونية لا يزال سراً. المسلة التي لم يكتمل بناؤها. المسلة التي لم يكتمل بناؤها هي المسلة الأكبر من بين المسلات القديمة المشهورة. هي موجودة في الحي الشمالي من المحجر المصري القديم في أسوان. يعتقد أنه تم البدء في بناء المسلة وفقا لأمر من السيدة الفرعون حتشبسوت. هي تفوق جميع المسلات التي تم بناؤها في مصر بمقدار 1/3 في الحجم. إذا كان بناؤها قد اكتمل لبلغ 42 مترا ولوصل وزنها حوالي 1200 طن. تم نحت هذه المسلة من الجرانيت. تم إيقاف العمل وفقا لإحدى الروايات بسبب الصدوع التي شقت المسلة. حصل العلماء على فرصة نادرة بفضل توقف العمل في استكمال بناء المسلة للتعرف على التقنية القديمة في معالجة الحجر. كانت الخطوط موجودة على سطح المسلة بشكل جيد، وأيضا آثار أدوات العمل. في عام 2005 في أماكن معالجة الحجر في أسوان بالقرب من المسلة التي لم يكتمل بناؤها، تم أيضاً اكتشاف قاعدة غير مكتملة للمسلة. في ذلك المكان أيضاً تم اكتشاف صور على الصخور والآثار التي من الممكن أن يكون لها علاقة بأماكن إعداد معظم المسلات المشهورة. أماكن إعداد المسلات في أسوان والأماكن غير المكتملة البناء تعتبر جزءاً من متحف مفتوح أسفل السماء. السيرابيوم في سقارة. سيرابيوم في سقارة موجود شمال غرب هرم زوسر بالقرب من منفيس، وهي مدينة مصرية قديمة موجودة على الحافة بين مصر العليا ومصر السفلى. هذا السيرابيوم كان مكاناً لدفن الثيران المقدسة آبيس التي كانت تجسيداً للإله المصري القديم بتاح. تم اكتشاف السيرابيوم في الأول من نوفمبر من عام 1850 من قبل الفرنسي المتخصص في علم المصريات آتوس ماريوت. للأسف لم نحصل على مذكراته في التنقيب، مما صعب من عملية تحليل حفظ هذه المقابر. الأثر الرئيسي للسيرابيوم هي 27 من التوابيت من الجرانيت الأسواني الدايورايت والبازلت تزن من 70 إلى 100 طن. كانت التوابيت موضوعة في التجويفات الصخرية على حافتي الممرات الطويلة على امتداد 300
وعلى عمق يصل إلى 5 أمتار. كل علبة حجرية لديها حجمها الخاص بها، وتم تصنيعها خصيصاً. من الخارج هي عبارة عن أشكال هندسية معقدة وناعمة كالمرأة، ومن الداخل على شكل مستطيل. وادي المومياوات الذهبية. حصلت الواحات البحرية الواقعة غرب مصر على شهرة كبيرة، وأصبحت قبلة العلماء بعد أن قام الباحث زاهي حواس بالاشتراك مع فريق من علماء الآثار المصريين باكتشاف عدد كبير من المدافن تحتوي على عشرات المومياوات. حوالي 250 مومياء تم اكتشافها في عام 1996، والتي اكتشف من بينها مومياوات بها أقنعة ذهبية، وهذه شهادة قوية على أن الموتى ينحدرون من أصل كريم. كان هناك جزء من المومياوات موجوداً في أضرحة التوابيت التي جاءت على شكل رأس. التذهيب كان على أعلى مستوى مثل الرسومات وسائر الأشياء الأخرى. يفترض العلماء بأن العدد الإجمالي للمقابر يبلغ حوالي 10,000، ومتأرخة بالعصر اليوناني الروماني، أي في نهاية العصر الماضي وبداية العصر الجديد. مقبرة توت عنخ آمون. توت عنخ آمون هو أحد أشهر الفراعنة المصريين. تولى العرش وعمره 9 سنوات، وتولى الحكم وهو 10 سنوات، وتوفي في عمر 20. تم دفن الفرعون في مقبرة كيفي 62 في وادي الملوك. لا يوجد أحد مس مقبرته منذ وقت طويل، لأن مكان المقبرة لم يكن معروفا. تم اكتشاف المقبرة الشهيرة للفرعون المصري القديم توت عنخ آمون في نوفمبر من عام 1922 من قبل المتخصص في علم المصريات جوارد كارتر وجامع التحف القديمة جورج كارفارنارام. تمكن علماء الآثار والمتخصصون في علم المصريات في إطار البعثة من اكتشاف والتنقيب عن كمية كبيرة من التحف الأثرية، والتي كان وضعها ممتازا. الأكثر من ذلك، قاموا بدراسة مقبرة وقاموا بتوثيق جميع محتويات المقبرة. أصبح اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون من أهم وأعظم الاكتشافات في علم الآثار على مستوى العالم. تغير المناخ. يعتقد أن تغير المناخ هو مفهوم جديد ظهر في الدوائر العلمية منذ وقت قريب نسبياً. يقوم العلماء بتفسير مختلف الأحداث التاريخية بالتغيرات المناخية، إلا أنه من المعروف أن تغير المناخ لم تذكر باعتبارها أحد أسباب سقوط مصر القديمة، لكن البحث الأخير يمكن أن يفند هذا الرأي. قام علماء من جامعة ييل في عام 2017 بإجراء بحث نتج عنه افتراض بأن سلسلة الثورات البركانية القوية في نهاية الألفية الأولى قبل الميلاد أثرت على المناخ العالمي، وأثرت على وتيرة فيضان النيل، وهذا أدى إلى حدوث مجاعة وفق لتقديرات الخبراء، ولزيادة الضرائب، وإلى ظهور حركات التمرد، وفي النهاية أدت إلى نهاية الحضارة المصرية القديمة. إلى هنا عزيزي المشاهد نكون قد انتهينا. لا تنسى أن تضغط على علامة الإعجاب وتشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يصلك منا كل ما هو جديد. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.